لك لا، الاعلام الاسلامي مش كده، الاعلام الاسلامي مش كده، ولا انا مش ولا واخد بالي؟ لا هو مش كده، بس هي بقول لحضرتك الاعلام الاسلامي مش كده يا باشمهندس، من الكذب طبعاً والفتنه وكده مش كده، وهنظبطه دلوقتي. استفادوا من النظام السابق اكثر من اي حد. انا في قناعتي الشخصيه انهم ليسوا اصحاب مصلحه في استقرار الاوضاع في البلد. انت مسافر كان عندي امتحانات في جامعه منتدى العليا، فقال لي انا عاوز اخلي رئيس الوزراء يقول لك الكلام ده بنفسه. قلت له كلام ايه؟ قال لي احنا رحنا زرنا الدكتور محمد مرسي.